طيب احنا يمكن برضو الفترة اللي فاتت كان في مشكلة على برنامج الهضبة عمرو دياب، حياتي فعايزين نعرف ايه الحكاية دي، يعني برضو وصلت لإيه؟ أنا مش قادرة ممدوح البرنامج موسى جملة وتفصيل. لا ايه اللي حصل؟ بصي أقولك حاجة، ما ينفعش. اوكي احنا جيل التسعينات شفنا ممدوح موسى في زمن التسعينات، احنا كنا بنعتبرك الصندوق الاسود للمطربين. ما ينفعش لما تيجي دلوقتي بعد 15 سنه تطلع لي بنفس الاليات ونفس طريقه ونفس، انا ولا شايفه البرنامج ديكور ولا اي حاجه، انا حاسه ان انت راجع على اسم عمرو دياب. انت بتتكلمي من وجهه نظر الجمهور. بصي انا كمان من ده وجهه نظري، يعني ماليش علاقه بقى هي جمهور هي صحافه هي، انا شايفه ده. حطيني من الجيل اللي كان موجود. فورمات البرنامج قديم مثلا تقصدي كده؟ اولا بصي انا كمهنيا مش حابه الماده لسبب، انت في التوقيت ده كنت من اصحاب عمرو، ينفع انت صاحبتي تصوريني من غير ما تستاذنيني تطلعي صوري؟ اكيد لا. يعني يعني ازاي تسمحي تصوريني جوه عمليات؟ حتى لو انا صاحبتك في الوقت ده وافقت لك لازم تاخدي تصريح اذن مني. ما ينفعش طول الحلقه بتقدميه لعمرو وهو في المستشفى. على فكره عمرو حين يرزق وموجود معانا وحضرنا له 5000 حلقه بعد العمليه دي. ما ينفعش تبقى الحلقه كلها صعبانيات وقلبنا بيتقطع. انا ما تاثرتش، الموضوع قلب معايا كوميديا هستيريا الضحك وحياه ربنا. يعني خصوصا الموضوع متاخر بعد سنين طويله، يعني مش يعني بصي اقول لك حاجه، عمرو دياب كان ممكن هو عمل برنامج الحلم. كان ممكن لو انت عايز تديله الحاجه عايز تديله ماتيريال جزء منها، لكن انت شلتها، انت عايز تطلع على الاسم ده. بعد ما الحلقات دي تخلص اوكي البرنامج هيكمل مع نجوم تانية، بس الناس ناسيه ما تعرفش ان البرنامج اسمه مفاجاه. الناس كلها بقت بتقول ايام في حياه الهضبه، انت بعتي وسوقتي باسم عمرو دياب. هو بدا في الاول بيه بس. لا وبعدين ما فيش الوقت بتصدري لي عمرو دياب واخويا وحبيبي. اخويا حبيبي ايه؟ اخويا معترض، اخويا من قبل ما يتذاع البرنامج معترض. يعني معترض اصلا، واتعمل يعني في انذار رسمي بيه. فانا مش حابه البرنامج. الناس بصي بتحب تشوف صوره الفنان بتاعها في احسن وقت، ما بتحبش توجع عليه في شيء. خصوصا ان ده برنامج مش بيتكلم، يعني كان ممكن يعمل برنامج عن تاريخ عمرو دياب بقى كله من اوله لاخره. لا ما ينفعش يعمل عن تاريخ عمرو دياب. وبعدين خلاص احنا اتعاملنا صراحه للحلم وعمرو اسطوره محطوط في حته لوحده. هو اصلا ما ينفعش اي حد بيتعامل مع عمرو دياب كمان زي ما بيتعامل مثلا مسلسل سيره ذاتيه، اتعامل مثلا مع فارق المقارنه الكبير جدا. ده جيل وده جيل. الفنانه صباح اتعمل مسلسل شحروره وهي على قيد الحياه بموافقتها وكان سمعت معاها وما اشتغلتش على حاجه واعلنتيها قبلها بكام يوم. يعني ما فيش حاجه اسمها كده. هي فكره يعني كمان ان عمرو دياب وجه انذار قبل اذاعه البرنامج قبل، ومع ذلك برضه البرنامج. لا هم كملوا عادي، مفيش مشكله عادي كملوا. بس في النهايه يعني انا اعتقد ان الاجر اللي اخده ممدوح موسى من الام بي سي هيدفع اضعافه في القضيه. وغير ده يعني انت مش البرنامج، انا ولا ديكور ولا يعني مفيش حاجه. الواو انت عندك ماده اوكي تملكي ماده، اهلا وسهلا بيكي. توظيفها صعب صعب.